امنيتك في هذه الحياه هذه؟ عندي جوج امنيات. امنيه الاولى اما عمره ولا حج، هذا الاول ان شاء الله دا غير ندير شي حجه وما نديرش عمره وربي يلقف الروح ماشي مشكل نهائي. الامنيه الثانيه الحمد لله اللي عملها ربي، راه الا قسم لك الله واحد حاجه راه تجيك تجيك. الامنيه الثانيه هو ندير شي حاجه اللي عييت عييت والله عييت. عيش وقيتك لقيتها انت اللي تتكون جالس. السلام عليكم متتبعين جريدة كاس 36، في هذه الحلقة الجديدة ديالكم خالتي مونيا اللي هي واحد الإنسانة مكافحة ومثابرة اللي تار لي انتباه ديالي. واحد النهار كنت كندوز دائما من حداها وكنلقاها دائما محنية كتخدم كتصوب تبارك الله شي حويجات وشي طويقيات غزالين تبارك الله. شنو علاقتك مع هاد الخويطات وهاد البرا؟ شنو هاد لقمة العيش أول حاجة، ثاني حاجة كتخليك تكونسونطري، ثالث حاجة هو الهدوء التام. يعني كتلقاي تتلقاي تتلقاي راحتك ملي كتكوني كتخيط. بطبيعة الحال أي الراحة هي كلشي، لما كانت الراحة راه ما كاينة حتى شي حاجة، اللهم لك الحمد. أول حاجة راه مدخول الإنسان إلا ما درتيش هكا راه ما تعيش، هي هادي أول حاجة ضروري. لقمة العيش شكون غيعطيك؟ تمشي تطلبي، هادي آخر حاجة كنفكر فيها وهي السعي. لأن السعي ماشي وسيلة، الانسان واخا يكون كاع مضروبه ليه بش... نقولوا انا معاقه ياكل كمال لله سبحانه وتعالى، ولكن ربي عطيني يديه عطيني عقلي، علاش غنزيد؟ الله يهدي الاخلاق والسلام. شفت بنوجو كنلاحظوا شي حوايج في هذه السعايا، الله يهديهم والسلام الله يهديهم. هذا الشيء ما يقول الواحد، يعني الانسان انا كنقول الله يعطيني صحته وياخذ قل صحتي ويطلبوا فيها، المهم نعمه. يعني انت كتقولي هذه الاعاقه هذه اللي هي ربانيه ما خلاتكش تحبسي وانك تستسلمي؟ شتي الاعاقه وهي اعاقه العقل، الجسد ما حدو ربي عاطيك تيتحرك الا الانسان، اما العقل الانسان تيكون هبيل، اشنو داير بالعقل ديالو؟ اش داير مسكين مسكين الصحه ديالو؟ ما داير بها حتى شي حاجه. يعني الصحه هي كلشي، عندك يديك عندك واخا حتى امبوط، عندي رجل عندي لا عندي لا بوليو، عندي مرض الشلل ما كنقدرش نزيد، الوسيلة الوحيدة عندي هو هاد الموتور كنتحرك بيه وكنخدم، ومالك الحمد خدامة على راسي، ما كاع تنسعى وتعطى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد الطريقة ديالته التسعية ديالو، كاين اللي كيسعى بواحد الطريقة على قول الله أكبر، كاين اللي كيسعى بواحد الطريقة اللي هي عشوائية، أنا كنسميها سعاية عشوائية، وكاين اللي كيسعى الله، أي إنسان كتبقى مفرش إلا وربي عالم عليه، حتى حد مكره، ولاني تيقول لك سبب عبدي وأنا نعين. نزيدك واحد الحاجة، عمرني ما حسيت بشي حد عطاني شي حاجة أبا الخدمة ديالي أنه شفق عليا، بالعكس كيسادك كيشوف تيقول شو سبحان الله. يعني رغم أن الإعاقة رغم أن الفقر رغم أن إرعمك تيشجعك. أنا كنعرف واحد السيد ما شاء الله قنيطرة معروف فلوس، واحد النهار ويقول لي قال لي شتي هادي اللي هاد الحاجات اللي تدير انا ماشي تشفق عليك، مره مره تيساعدني مسكين لله في سبيله، تيقول لي هادي واحد الحاجه تتعرف معروفه بها ان عندك الشخصيه عندك النفس، مش اي واحد اي واحد زيدوا حاجه، مش اي واحد يقدر هاد الجلسه هادي اللي انا جالسه، قليل في القله قليل في القله اللي تكون عندها الشجاعه. علاش؟ لان تقول لك انظر الناس الجيران الهضره، لا جامي انا فكرت. علاش؟ لان خط الله سبحانه وتعالى ما تيهمنيش البشر، لان البشر تيبقى وسيله، كانت عندك اولا ما كانش عندك تيدوي فيك، اللهم انك تتفاداي ديك هضره الناس وكتخدمي، وربي راه مسهله وربي مسهله الحمد لله. عمرني ما كالسه في الزنقه وربي ما كنمشيش بواحد الحاجه اللي غادي نعيش بها، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. لان كنشوفوا دابا الاكثريه ديال المواطنين، حنا في العالم كله اللي كنهضروا على ابتداء من مدينه قنيطره، ان الاكثريه ديال الناس مدمرين نفسانيا وفاقدين الامل في الحياه. حنا ماشي غنقولوا ما غندخلوش في السياسه، وانما الناس فاقده الامل في الحياه. يقول لك واحد المثال
طون كو لا في اي بيل يفون اون بروفيتي، يعني الحياه مادام انها جميله خصك تحاولي انك تندمجي مع الحياه. علاش؟ لحقاش نحمد الله حنا انا اعوذ بالله من قلت انا الى نفقت ولقيت راسي كنتنفس كنركب مطيري تنجي وتنفرش، ربي راه عاطيني واحد الاحساس لان سميت الحياه. كاينين الناس اخرين كاينين الناس اخرين مساكن سبحان الله تعالى متكي ما كيشوفش كيما كنشوف انا الناس، ما كيجلسش كيما انا جالسه. فنقول الحمد لله. عمرك ما تفقد الامل في الحياه، لان الحياه راه زوينه. راه مادام شي انسان كيتنفس الانسان ما كان عنده صحته وتيقول لك شكون علم من تسول الصحة، سولها القليل الصحة هو اللي غيقول لي علاش. الحمد لله اللهم الحمد جامي فكر اسبوع. تفاجأت من اللي عرفت المستوى الدراسي ديالها تبارك الله، وإنسانة واعية ومثقفة وقارية، وهذا جد كيسعدنا وكيفرحنا، لأن بزاف ديال الشباب ما بغاوش يقراو وما بغاوش يفهموا الدنيا كيفاش دايرة. ماشي مشكل، عندي لا ليسونس في لا ليتيراتور فرونسيز، عندي دو زون دافورماتيك، دو زون كونتابيليتي، واخيرا الكروشي حتى هادي راه حتى هو ديبلوم. هو ديبلوم علاش؟ علمتني الوالده الله يكثر خيرها، الله يرحمها الوالدين ويعطيها صحيحتها وربي يسهل على كل الامهات، فهمتيني؟ هادي كانت كتقول لي خدمي غير خدمي، ديري لي ناب، ديري هادي وديري هادي، ها هي لقيتها. انا قريت تاعيت وتزوجنا وعطانا ربي التريكه وما سهلش الله في الراجل، ورغم ذلك كنقولوا الحمد لله الحمد لله. شنو لقيت؟ انا لقيت هذا الكروشي هو اللي نافعني. اش اللي بغى ينفعني؟ اش اللي غادي ينفعني؟ انا بعدا كنشوف بعدا هاد الايامات هادي هضر منا الله يعطينا ببركته، هاد الناس اللي كيكونوا في الزنقه اسهل وسيله عندهم هو السعايه. ماشي السعايه، ماشي هويه، ماشي انا بعدا ما دخلت ليش الدماغ ظاهرة ولات كثيرة بزاف. وليني نقول لك حاجة، أنا بعض الخطرات كنقول العتب مش عليهم، العتب على الناس اللي تتعطيهم. كاين الإنسان اللي كيشوف واحد الإنسان كبير كبير والله سبحانه وتعالى، راجل كبير مسكين مخطف في واحد التركينة، وكيشوف وحدك كدردك على المحسنين وكدردك على الإسلام وتيعطيها. علاش؟ علاش؟ على ديك الإنسانة ماشي مقدورة، كيقول لك عندنا مرض كلشي كنلاحظهم أنا لا 75% فهاد الحال اللي كنشوف 75% ديما مخرجين الدوايات. واش الموضوع تيخرج تيسعاو به؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا راه كنا مغاربه، حنا كلنا ما عندناش، حنا كلنا ملاقيين من ناكلو الحمد لله، وانما خص الانسان يكافح ويصابر. واللي ميز خالتي مونيا هو انني كنت دايز من قدام الجامع الشعبي ولقيت بعض المتسولين كيدابزوا، فعلا كيدابزوا، وما كناش باغيين نجبدوا هذه الهضره المره الاولى ياك. وانما اللي ميزه هي انها خدامه، حاطه حداها المسائل ديالها وخدامه، وما بغاتش انها تاخذ الصدقه. هذا شيء عظيم، شيء عظيم عند الله، ما بغاتش تاخذ الصدقه وانما بغات تاخذ بالمقابل ديالها. وحنا كنوجه رساله مباشره للمسؤولين ديال مدينه القنيطره على انه راه الظاهره ديال التسول ولا الكريساج ولا الكريساج الشفرة كيخشي يدوم. انا حاليا كنت تعرضت لهذه المساله. هذه الانسان كيجي كيكاليك في الطريق، واحد كيقول لك شري لي كيلو د البنان، واحد كيقول لك كمل لي نشري غير واحد بسطيل للوليدات. واش انت باغي تفطر بسطيله؟ واش باغي تفطر بصح؟ باغي تفطر بسطيله؟ حنا تنفطروا عاد التمره وكاس ديال الحليب وكاس ديال الماء. واحد الفكره فرسك انا فاش كنت كنسجل الجامع، يعني عندي كل واحد ولو سي با كيسيون دو فوان فيبل، مي كتشوف بنادم كيفاش واحد كيجيب مرته وولدو وتيجلسها وهو تيدير الباركينغ وهي كتسعى. مؤخرا سمعتهم لحقاش فاش انا تنقلت ما بقيتش كنعرف، ما عنديش بهم غرض. مؤخرا سمعتوا انها شده دقه، علاش؟ لحقاش ما كتدخليش المدخل اللي هو بغا، تجيها انها تعاود على الحمام بحرات تعاود اشنو دار ليها راجلها، اشنو هادي كتجي حتى وكانت تبغي تقولي ليها سكتي راه حنا كنتصنتو راه الجمعه ديالتك غادي تمشي، علاش انا غنبدل الجمعه ديالي؟ علاش جلسني حداهم انا؟ لا اخويا ما نكذبش عليك، حتى الجامع اللي كنا كنترزقوا منه كاينين المحسنين، كاين الناس اللي كيعرفونا، كاين الناس اللي عارفين المستوى ديالك وعارفين، خلينا لهم الجمال وما الجمال. سمحتي فيه؟
يرعموا فيه لان الارزاق بيد الله. وفعلا وفعلا انا عرفتك اول مره قدام المسجد، هذاك هو اللي خلاني نميزك، وحاليا جيتي لهاد البلاصه هذه هربتي من المشاكل. انا رزقي هنايا مال ربي، شنو زعما كنقطع لي رزقي؟ لا راه ماشي بالطلابه ولا بالناس اللي كيخرجوا من الجامع ولا لا، راه كل رزق على الله، غير في الحاجه اللي كتكون واحد البلاصه تكون نظيفه خليوها نظيفه. سيموني عندي لك واحد السؤال، غيكون اخر سؤال ان شاء الله. وباش ترحي معنا الهديه اللي انت ديجا تبارك الله الهديه اللي مولفن كنقدموا للمشاهدين ديالنا والمتسابقين، لقيتها تبارك الله تتقراه. ما بغيتش نقول هذه الهضره لان هذاك اجر مع الله سبحانه ونفس الماركه. السؤال ديالنا خالتي مونيا هو سؤال صريح ونتمنى انك تجاوبين عليه بصراحه، شنو هي امنيتك في هذه الحياه هذه؟ عندي جوج امنيات. الامنية الاولى اما عمرة ولا حجة، هادو اول ان شاء الله كاع، غير ندير شي حجة ولا ندير شي عمرة وربي يلقى في الروح ماشي مشكل، الدنيا هانية. والامنية الثانية الحمد لله نعم الله ربي، راه الا مقسم لك الله واحد الحاجة راه تجيك. الامنية الثانية هو ندير شي حاجة اللي عييت والله عييت. شوف غير ديك الجلسة انت اللي تتكون جالس وشاد الكروشي وحاد راسك منك لعينيك منك ظهرك، هاد اليومات بغيتي تضر لي الظهر بزاف، قلت شي مشيري على قد الحال. وهو داك المشروع ديال لي كريب، قال لي انا غنجيب لك لي ماشين وانت ما عليك ان شاء الله باذن الله الا باش تصاوبي الكروسه وتاخدي لاباتري، ديك الباتري باش كتخدمي الضو. هذا هي امنيتي. ما عمرك شفني جالسه في السنقه، ما عمرك شفني دايره شي حاجه اللي سميتو صح، ما غنساش الطويقيات اللي فيهم وما عرفت الناس وهذا مره الواحد قسما بالله والله انا نقول قسما بالله وندير مشروع ديالي ونخدم في واحد البلاصه اللي هي انا عندي موطور يعني اللي درت المشروع عندي الموطور باش نشرو داكشي، وحق الله العظيم نبقى نخدم الطوادي واش يديروا في سبيل الله نحطهم في الجوامع. وغادي نقدموا ليها الجائزه لان صافي دابا انت عارفه الجائزه ديالك. شتي ديك الجائزه غيمكن لك تعطيها لشي واحد اخر عاوتاني. نعطيوها لك انتيا وانت هي تعطيها لشي واحد. شكرا. هذا هي جائزه عظيمه بالنسبه لنا. شوف ما كاين احسن من جائزه عظيمه. حاجه الله قران يعني شحال نقول شكرا. الكتيب ديال الحياه، هذا انا اي شخص كيقول لي القران كنقول له الكتيب ديال الحياه، يعني اي حاجه فالته لي غتلقاها في هذا الكتاب. هذا انت عندك في الاحمر وانا عندي في الخضر. تقاداو لينا اللي في الخضر. والله ومتتبعينا شكرا لكم على هذه المتابعه ونتمنوا يكون غير الخير ان شاء الله. نهاركم مبروك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.